تحيتكم. احنا قوه نقول له صح عيدك بيسك بخوسان مو خوسان عيد الكبير 2024 وصلاه يعيدوا بلهنا. قول لهم صح عيدكم كل عام وانتم بخير. ميرسي بوكو بور لو سوتيان بور لونكوراجمون كو فون دوني اي ربي يحفظكم ان شاء الله. سي احمد زيتوني. بمناسبة عيد الأضحى نقول لهم كل عام وانتم بخير وإن شاء الله تعيدوا بالصحة والهنا العقوبة العام الجاي وإن شاء الله كذلك. أنا كل ما نهضر تفكر يعني خاوتنا في فلسطين في غزة إن شاء الله هما تاني نتمنوا لهم عيد مبارك وإن شاء الله ربي ينصرهم وإن شاء الله يعني الحرب هذا يحبس عليهم لأنهم تعذبوا فوق اللازم. هذا وش الشعب الجزائري نقول له كل عام وأنت بخير وكل عام الأمور الإسلامية بخير كل عام وفلسطين بخير ان شاء الله غزه صامده ان شاء الله ربي يخفف علينا هنا لانه احنا رانا بعاد ايماننا ضعيف نشوفه بعينينا ولكن بقلوبنا دائما مع غزه. الفرحه تكتمل عندما تتحرر غزه ان شاء الله وكذلك نقول لكل الشعوب العربيه والاسلاميه عيدكم مبارك تحابوا تاخوا لكل جزائري ان شاء الله اللي راهم في الخارج ولا مراد بيش فيهم اللي ما تقولوا بيرحمهم.